الآن في 98 لما رحنا عملناه في إحدى المصانع المحلية، قعدنا نخبط مشوار كل 15 يوم نشوف الديزاين ونختاره باللون عشان نعمله. كابتن محمود الجاري كان بيحب يعمل ديزاينات كده بنفسه للمنتخب يعني، فهو طبعا كان اللون الأساسي كان عندنا الأحمر والأخضر. فعملنا الديزاين وعملنا الكواليتي والخامة، واللون الأخضر اللي كان معمول ده كان لون مبدع، كان في ناس بتشوفه بكذا لون، بس هو كان نوع من أنواع الخضار الجميل. بس كانت إضاءات بقى طبعا، الكاميرات كانت في بوركينا كانت يعني مش قوي، أو الكاميرات أعتقد ده نال إعجاب الناس كلها. يعني كان شركة أديداس هي اللي كانت راعي المنتخب، كان جابلنا لبس كويس قوي، لكن كنا بنستخدمه في التمرين وفي الخروج والمناسبات وحاجات دي والسفر، لكن المباريات كان باليونيفورم اللي هو بتاع الشركه المحليه اللي كانت معمول في، وكان معمول في احد الاحياء الشعبيه عشان يكون في الصوره. والشراب بتاع المنتخب جبناه من مصنع من جوه المدافن، لفينا بالعربيه عشان نشوف كواليتي شراب كويس، لغايه لما جبنا واحد وصف لنا مصنع، روحنا جبناه للعيبة، قال لك هو ده كابتن، وروحنا واتفقنا بعربيتي، وكان كابتن جوه على جنبي، ودخلنا في وسط المدافن نشوف مصانع جوه، بوريك ان الواحد لما بيحب شغله بيعمل ايه.